لزميلنا فاروق صلاح من داخل النادي الاهلي في الشيخ زايد لاجرى لقاء مع دكتور سعد شلبي القائم باعمال مدير تنفيذي النادي الاهلي. خلينا نشوف تفاصيل اللقاء في احتفال النادي الاهلي بافتتاح مجمع الصالات ونرجع لحضراتكم في السادسه. كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. انجاز جديد وركن جديد بيضاف لاركان البيت الاهلاوي هنا بفرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، افتتاح صاله الجمباز والكاراتيه وصاله الاسكواش. علشان يكلمنا في الموضوع اكثر وحطنا في الصوره يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي. دكتور سعد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي بيوعد وبيوفي النهارده جزء جديد بيضاف لاركان البيت الاهلاوي وصفحه جديده من صفحات برنامج عائله النادي الاهلي النهارده بتاخد العلامه الكامله. خليني اقول لحضرتك الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي والف مبروك للجمعيه العموميه بتاعه النادي الاهلي في الحقيقه اللي منحت الثقه لهذا المجلس ليستمر بقياده الكابتن محمود الخطيب. الف مبروك لاعضاء النادي في زايد وارف مبروك لاعضاء النادي ايضا في الجزيره وفي كل فروعنا اللي تقدر تستخدم هذه السروح الرياضيه الجديده في الحقيقه. الف مبروك لمصر، الف مبروك لمصر ان النادي الاهلي في الحقيقه قدر يتفهم التوجهات الرئاسيه يعني بقياده فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واهميه دور الرياضه في الجمهوريه الجديده في الحقيقه، وبيوفر لها البنيه التحتيه زي ما احنا شفنا النهارده صاله للكاراتيه، صاله كامله للكاراتيه، صاله كامله لرياضه الجمباز، صاله كامله للسكواش، ايضا صاله موجوده لتنس الطاوله بتخدم كل الرياضيين المصريين. وفي الحقيقه دي رساله النادي الاهلي التاريخيه من يوم نشاته ان النادي الاهلي هو مصدر المنتخبات الوطنيه، 50% من المنتخبات الوطنيه في كل الرياضات النادي الاهلي بيقدمها لخدمه هذه الدوله العريقه، هذه الدوله اللي بتخوض حركه تنميه بيشهد بها العالم. احنا النهارده شايفين الناشئين كانوا موجودين ازاي في غايه الروعه، شايفين الناشئين في الجمباز، الناشئين في الكاراتيه، الناشئين في تنس الطاوله، شايفين ابطال عالم. عندنا اللاعبه هنا جوده كانت موجوده النهارده، وفي لمسه انسانيه من الكابتن محمود ومجلس الاداره النهارده والنشاط الرياضي بيحتفلوا ايضا بعيد ميلادها فتنضم لهذه الاحتفاليه الكبيره، وده اعتقد رساله النادي الاهلي عبر تاريخه. دكتور سعد، النادي الاهلي مختلف والنادي الاهلي بيدينا دروس في القيم في المبادئ في امور كتير جدا. النهارده لفته في اكثر من يعني في غايه الروعه من النادي الاهلي، كل مبنى عليه لوحتين شرف، لوحه للمجلس السابق ولوحه للمجلس الحالي. النادي الاهلي مختلف يا دكتور سعد. في الحقيقة المجلس النادي الأهلي أو النادي الأهلي تحديدا هو زي ما بنكرر كل مرة وهنكررها لأن دي جزء من رسالته واستراتيجيته، تاريخ مبادئ تطوير، مبادئ النادي الأهلي لا تتغير ولا تتبدل بتبدل الأفراد. زي ما احنا شفنا كان المجلس النهاردة بقيادة الكابتن محمود حريص على أن يكون هذا الإنجاز في نسب كتير لأصحابه، أصحاب المجلس السابق، واحنا في الحقيقه كنا حريصين ان احنا ندعو كل اعضاء المجلس السابق بالاضافه الى المجلس الموقر الحالي في الحقيقه. وزي ما احنا شفنا لوحتين بيعكسوا حجم تواصل العطاء من مجلس لمجلس، ما فيش حد بينتهي دوره في النادي الاهلي بل الدور مستمر ومستدام، ودي دايما رساله النادي الاهلي. دكتور سعد، النهارده صاله الكاراتيه عندنا 8 بساط، الجزيره 4، مدينه نصر 4، النهارده صاله الاسكواش 8 ملاعب سكواش وملحق بيها صاله للتنس الطاوله، وايضا صاله الجمباز فيها اجهزه مصرح بيها واخده موافقه من الاتحاد الدولي. النهارده امور كتير جدا نتكلم عليها النهارده. يمكن خليني اضم صوتي لصوت حضرتك واقول لحضرتك ان الحضور الكريم النهارده كلهم اللي بيمثلوا وزارة الرياضة واللي بيمثلوا الاتحادات المصرية في اللعبات الأربعة اللي احنا كنا بنفتتح ليهم البنية التحتية بتاعتهم النهاردة، قد ايه هم كانوا فخورين بالنادي الأهلي وقد ايه فخورين برسالة النادي الأهلي اللي بيقومها تجاه كل أنواع الرياضات. رئيس اتحاد الجمباز كان موجود ومندهش من هذه الصالة المبهرة اللي فيها التجهيزات الرياضية على أعلى مستوى، من أكبر شركة في العالم تم تجهيز صالة الجمباز. النهاردة هو شاف كل هذا الإنجاز في الحقيقة بيبدي إعجابه مش بس فقط باستراتيجية النادي الأهلي بل أيضا عطاء لعيبة النادي الأهلي للمنتخبات الوطنية، شهادة نحن فخورين بيها، ودي بتدينا دفعة دايما للأمام إن احنا لسه عندنا كتير إن احنا نقدر نعمله لصالح الدولة المصرية ثم لصالح أبناء النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي. دكتور سعد، تطرقت لنقطة في غاية الأهمية سواء في بداية كلام حضرتك أو نهاية كلام حضرتك على إن النادي الأهلي عارف توجهات الدولة المصرية ودور الدولة المصرية، تقول إيه للدور الكبير جدا اللي بتلعبه النادي الأهلي كجزء لا يتجزأ من الوطن؟
في الحقيقة احنا بنقول مهم جدا ان الجهة الإدارية يعني تقدر تشوف هذا الإنجاز الكبير اللي بينضم للصروح الرياضية اللي موجودة، وكمان تأدي رسالتها نحو النادي الأهلي اللي بيدي بكل عطاء وكل إخلاص ليس لصالح أبنائه ولكن أيضا لصالح أبناء الدولة المصرية. 28 فدان شغالين عليهم دلوقتي في الشيخ زايد، المرحلة الثانية ابتدت بالفعل. بدأنا المرحلة الثانية وإن شاء الله في ملاعب أخرى سوف تنضم لهذه المرحلة، أيضا المبنى الاجتماعي في الطريق أيضا، وبالأمس القريب اتخذ مجلس الإدارة مجموعة من القرارات، منها حمام سباحة أيضا في فرع الشيخ زايد، منها جيم أيضا في فرع الشيخ زايد، بالإضافة إلى ملاعب البدل إن شاء الله، يعني كلها غرف خلع ملابس، أيضا أماكن انتظار سيارات، كثير من الخدمات. المجلس لسه يمكن على الرغم إن اعتماده 1 ديسمبر إلا إن إحنا بنشتغل من أول دقيقة عشان نقدر نحقق طموحات أعضائنا، وشكرا جزيلا. شكرك يا دكتور سعد وموفقين دايما بإذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك. أعزائي المشاهدين ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، ده كان لقائنا مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ركن جديد بيضاف لأركان البيت الأهلاوي وصفحة جديدة من صفحات برنامج عائلة النادي الأهلي. مبروك لكل أبناء النادي الأهلي، مبروك لكل أعضاء النادي الأهلي بالشيخ زايد، ومسيرة العطاء لمجلس إدارة النادي الأهلي لازالت مستمرة. بشكرك شكرا جزيلا.